حلقة جديدة من صدى الأسبوع وفي أبرز عناوينها: من أجل حياة الآخرين، حملة تبرع بالدم في مستشفى الثورة بتعز، مخطوطات نادرة معرضة للتلف في الجامع الكبير بلاحج، حريق كبير يلتهم أشهر أسواق تريم الشعبية بحضرموت، تشريد قسري لأسر نازحة من القرنعة في أبين، رحيل رجل الخير ودعم الشباب رجل الأعمال علوان الشيباني، المراوعة تهامة الماضي والحاضر ظهرت في القرن السادس الهجري، شجرة البن بين الماضي والحاضر في الضالع مقارنة مؤسفة، الغابري رحلة نصف قرن للذاكرة اليمنية المصورة، دراجونا في صنعاء يحيون اليوم العالمي للدراجين. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2 ظهرا و8 مساء.